فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. نعم، هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ودع الأحياء وودع الأموات، خرج إلى أهل أحد يعني الشهداء، الشهداء معركة أحد، خرج إليهم يسلم عليهم ويودعهم وصلى عليهم. يحتمل أن صلاة الجنازة مع أنهم شهداء والشهيد لا يصلى عليه، أو يحتمل أن المراد به الدعاء والسلام، فالدعاء يسمى صلاة. خرج إليهم عليه الصلاة والسلام، صلى عليهم، ثم إنه قال ثم إنه أقبل إلى المنبر، يعني صعد المنبر صلى الله عليه وسلم، وهذا توديع للأحياء، فقال ما ذكره في الحديث. نعم، قال: إني فرط لكم. إني فرط لكم، والفرط هو السابق إلى الماء، الفرط في اللغة السابق، هو السابق إلى الماء الذي يسبق قومه ليسقي لهم الماء، والرسول فرطنا أي سابقنا إلى الحوض يوم القيامة، وهذا فيه إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطاه الحوض وأعطاه الكوثر، وترد هذه الأمة على هذا الحوض كما جاء في الحديث، ويشربون منه، ومن شرب منه شربة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله فضله. ولكن يرد عنه أناس يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم يذادون ويردون، لأنهم أحدثوا بعده ما أحدثوا من الردة أو من البدعة، فيمنعون من ورود الحوض عليه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله: إني فرطكم على الحوض، أي تلقوني على الحوض. نعم، قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. وأنا شهيد عليكم بالبلاغ، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسل يشهدون على أممهم بالبلاغ، وأنهم بلغوهم الحجة ولم يبق لهم معذرة. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة تشهد للرسل السابقين بالبلاغ، تكون شهداء على الناس، والرسول يشهد لهذه الأمة بالخيرية والعدالة ويزكيها في هذه الشهادة. نعم، قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. نعم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه ينظر هو في الدنيا وينظر إلى حوضه في الآخرة، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، هذا هو محل الشاهد. نعم، وإني والله ما أخاف، أعطيت مفاتيح الأرض أو مفاتيح، يعني أباح الله له المعادن التي في الأرض، التي في الأرض، وما فيها من الذهب والفضة وغيرها من المعادن، فإن الله أباح لعباده هذه المعادن وهذه الأرزاق التي أودعها الله في الأرض. نعم، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، وفي رواية: أخشى عليكم أن تنافسوا فيها وتقتتلوا. ليس معنى هذا أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، بل أنه سيقع كما يأتي في الأحاديث. نعم، ولكن معناه أنه خاف عليهم الدنيا أشد مما يخاف عليهم الشرك، من الشرك، لأنهم فهموا الإسلام وعرفوه ودخل الإيمان في قلوبهم وتمكن من قلوبهم، فوقوع الشرك فيهم قد يكون قليلا، ولكن ليس معناه أنه لا يقع. نعم،
فلا يفهم من هذا الحديث ما يفهمه المخرفون إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك أبداً. وأين عباد القبور الآن وعباد الأضرحة وغير ذلك من الذين حتى عباد الأوثان؟ نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما يأتي أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان ومن يعود إلى عبادة الأوثان في آخر الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاف عليهم الدنيا أشد من خوف الشرك عليهم. نعم. قال وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. هذا وجه الخوف عليهم من الدنيا، أنهم يتنافسون فيها ثم يحصل بينهم نزاع وخصومات في أمور الدنيا، ثم يؤول الأمر إلى حمل السلاح بعضهم على بعض، وهذا يقع كثيرا. نعم. يقع كثيرا أنهم يتقاتلون على الدنيا، يقتل بعضهم بعضا على الدنيا. على الدنيا. نعم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. نعم. عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول إن هذه آخر خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم، فهي وداع للأمة ووصية للأمة عند وفاته صلى الله عليه وسلم، تحذير لهذه الأمة أن يخوضوا أن يستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاق.